بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تجربة كده مبدئية للمسدس اللي هو ال HVLB اللي هو الألفا اللي هو التركي ده. يعني نعمل تيست كده على الراية إن شاء الله. هنعمل فيديو تاني برضك، هنسيبه فين في الوصف بتاع الفيديو ده، ونختبر المسدس في رش البيز بقى والورنيش والكلام دوت. 1.4 كنا عاملين له مراجعة قبل دوت. ضغط الهواء معانا كده اتنين بار ونص. ايه رايك يا صاحبي؟ الشمسيه كده مفتوحه على الاخر، ماشي؟ الشمسيه كده مفتوحه على الاخر. نبعد شويه، نمد كده 20 سنتي، 15 سنتي. وعامله حوالي بتاع 20 سنتي غير الشويه دوت. نعكس طيب الشمسيه، نعكسها بالعرض كده كده. فاكر عيد لأيه؟ شايف ال تراك يا صاحبي؟ حاسس ان هي بتخزن في النص ولا هي بتخزن في النص؟ ان احنا بنركز. انا مستني ايه لو في اي خطأ؟ يعني شايف التخزين ده؟ بص نازل بالتساوي ازاي؟ مفيش هنا اي خلل هنا او هنا، انما التخزين ده لو ما جاش قوس كده وركز في حتة معينة وهنا لا كده يبقى في خلل. انما انا شايف هنا بص يعني نازل بنظام، وشايف الجزء ده قد الجزء ده وان تقريبا. يعني احاول بس ايه الفها سنه كده. ايوه نجرب تاني. لا ده حلو، يعني فاتحين الشمسية على الآخر، ممكن نلم الشمسية سنة. يعني هي الشمسية فيها كام لفة؟ فيها لفة اللي هو العلام ده، فيها لفة ونص. نرجع النص نشوف كده الأداء. الأداء حلو. طب نعمل أوفرلاب كده نشوف الأوفرلاب بتاعه عامل إزاي. لا ده انا شايف المسدس ما شاء الله حلو على فكره، وهيدينا فينش حلو في ال... يعني انا جبت في مسدس جربته، جبته من كام يوم اللي هو المسدس تاني، مش عايزين ندخل اسامي بعضها، هتلاقوه فلوس. مسدس في خلل، في مشكله، وكان انما ده ان شاء الله رش مفيش مشاكل. يعني ده جميل حلو. الاداء مبدئيا ما شاء الله حلو على فكره. ممتاز. لا ممتاز الصراحه. الأداء مبدئيا ما شاء الله حلو. إن شاء الله نعمل لكم فيديو تاني تفصيلي أكتر من ده، وإحنا بنرش مرمى فعلي بقى. إيه رأيك يا صاحبي؟ تركي. الأداء بتاعه جميل الصراحة. ده أول رش ليه إن شاء الله؟ ده أول تجربة ليه. دي أول تجربة. ده رجالة عملنا فيديو وإحنا بنفتح العلبة اللي حابب يشوفه، وإن شاء الله هنسيب فيديوهات تانية في ال في الوصف اللي هو بيرش عربيات بقى بامر الله. هنجربه بقى في البليندنج وفي البيز كود ده بيز، وهنجربه في الورنيش بامر الله ونشوف اداؤه. اللي عنده اي اضافه اي تفصيله اي استفسار يسيب في التعليقات. ادي الكود بتاعه اهو. بس هو ما شاء الله يعني الحمد لله انا راضي يعني الاداء ده. اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله حلو. المنظم ده على فكره ده بتاعنا مش جاي مع المسدس. المنظم ده مش جاي مع المسدس، يعني اللي يكون جايبه ممكن يعملوا اصدار منه وينزلوا مع المنظم ده، لكن انا جايبه من غير المنظم. يعني ده بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه
كده ما شاء الله حلو، مفيش تنقيط طبعا او حاجه. مفيش اي حاجه بتنقط بصراحه. القطرات دي اللي بتخرج من الفايز ده عادي جدا. من الجناب هنا الامور الحمد لله تمام. ده الفايز اللي هو لازم يكون فيه فتحة هنا كده، دي هي دي اللي بتنزل الدنة تيجي. ده انا قلبت كده، لكن كل ده هنا كده الحمد لله سليم تمام. انا بحاول بس ايه لو في تفاصيل او حاجة نذكرها في الموضوع تمام. شوف لو عندكم اسئلة او حاجة نبدأ ندرجها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. هنفتح الكرتونة مع بعض للمسدس دوت. في مسدسات تقعد تفتح صيني كده يقعد يلف معاك ان شاء الله لو حب. تنظيف كده تقريبا فرشة او حاجة او هو